ايوه مساء الخير يا كابتن مصر حبيبي. سلم على الكابتن جمال. الكابتن جمال، ازيك كابتن جمال؟ هرقصك شويه كده، شويه كده. انت كنت كابتني في منتخب مصر ومسهرني لغايه دلوقتي عشان بحبك في الله، واخد بالك؟ فنعمل ايه بقى؟ تفتكر مين معاك كابتن؟ احببك الله الذي احببتني فيه. هو مين معاك كابتن؟ يعني مين يا كابتن؟ في ايه؟ منتخب مصر ده كاسو. لا صوته حلو قوي لما كبر. يا كابتن احمد الكاس النجم الجوهره حبيبي. يا نهار ابيض، ازيك يا كاسو؟ ازيك يا كابتن جمال؟ ازاي صحتك؟ عامل ايه؟ تمام كل سنه. طيب طبعا انا عارف ان عيد ميلادك بعد ثلاث اربع ايام، فانا قلت لازم اقعد اشوفك واتابعك، وانا سعيد جدا باللقاء ده، وسعيد انك انت موجود لانك انت رمز كبير جدا. انا هتكلم على الكابتن جمال بقى، اسمح لي بقى منيب معلش شويه. اتفضل يا كابتن. ده شرف لينا يا كابتن الكاس ان انت يعني بتتواصل معانا وبتتكلم مع الكابتن جمال عبد الحميد. خد راحتك. الكابتن جمال ده اولا هو كابتننا وكابتن منتخب مصر، وفي نفس الوقت من الناس المحترمه جدا، حتى في قيادته كانت مع وهو كابتن معانا في منتخب مصر. قد ايه كان جميل معانا، كان ازاي بيحتوي اللعيبه، ازاي بيجمع اللعيبه، بجانب ان كانت في منافسات كتيره جدا جميله جدا، حتى في اصعب اللحظات اللي ممكن نبقى فيه تبقى الفرقه فيها شويه كده بتلاقي يلمنا، كان سواء هو او كابتن شبير او كابتن ربيع ياسين، فكانت لمه جميله جدا، ودايما كان بيعمل دايت معانا في المنتخب، صح يا كابتن جمال؟ ايوه. بس انت يا كاسو ما ينفعش معاك دايت خالص. كاس كان بيشرب حوالي 27 كوبايه شاي في اليوم يا مهيب. بيحب الشاي جدا. 27 كوبايه. لا والله حبيبي. كل ما اروح، بص يا مهيب، كل ما اروح اتمم معلوم في المعسكر الاقي بعض اللعيبه بتوع المحافظات مش موجودين في الغرف. هروح على اوضه الكاس الاقيهم كلهم قاعدين في اوضه الكاس. لا والله. ايه يا ابني في ايه؟ يقول لك اصل الشاي بتاع الكاس حاجه جميله. طب يلا انت هو بقى على الاوضه. هو بعدين برضك يا مهيب، انا كان ليا الشرف ان انا يمكن كنت بدخل في منافسات فعلا مع الكابتن جمال في اللحظات الاخيره. يعني طبعا الكابتن جمال قيمه كبيره جدا، سواء كان لما لعب في النادي الاهلي او انتقل لنادي الزمالك، لعب في فرقتين، وبامانه كان نجم كبير جدا، كان حاجه اسطوره. وبعدين انا كنت سعيد ان انا كنت بلعب تحت منه، كان هو والكابتن حسن اثنين فراوده، فكنت انا ببقى سعيد ان انا بلعب معاهم، لان بقدر ان انا اتفاهم بمجرد النظر سواء مع الكابتن جمال او الكابتن حسن، فكان بالنظر اقدر اتعامل معاه. يعني حتى في الكوره بتاعت في مباراه هولندا اللي رقص فيها ريكارد شمال في يمين ورفع لي الكروس، فرفع لي الكروس وعملتها، فانا يعني عارف يعني حاجات جميله جدا من الكابتن جمال. وبامانه يمكن انا اول مره اسهر لغايه الوقت ده، بس انا عشان عارف ان الكابتن جمال طلع النهارده، فلازم حبيب. كنت انا اعمل المداخله الجميله. كابتن كاس، يمكن انت وكابتن جمال ضيعتوا فرصتين امام هولندا، او كابتن جمال اكتر كمان من فرصه، يعني كانوا قريبين جدا ان انتوا تحرزوا اهداف. والله بص، مباراه هولندا ويمكن الكابتن جمال عارف، يمكن احنا كنا داخلين المباراه دي كنا الى حد ما كان في نوع من الخوف شويه، لكن مع مرور الوقت ومعامله لعيبه هولندا لينا كمان جرأتنا شويه. يعني في الاول كان في رهبه شويه، انما بعد كده يعني الامور بالنسبه لنا اتفتحت. انا بقول يمكن كنت مع حسام حسن من كام يوم، كابتن حسام حسن من كام يوم كده، فبقول للناس، بقول لهم يعني لو كان قدر لينا ان احنا كنا رحنا كاس العالم 94 كان هيبقى شكلنا مختلف تماما، وكنا ممكن نعمل نتيجه او نعمل يعني نوصل لادوار ما كانش حد ممكن يتخيل ان احنا ممكن نوصلها، لكن هي الظروف اللي حصلت بس اللي هي بتاعت الطوبه ومش الطوبه وعوده المباراه. لكن في الاول والاخر كله الحمد لله، يعني احنا برضك كان جيل الحمد لله، جيل 90 ده يمكن برضك من ضمن الناس اللي مظلومه. كابتن جمال عبد الحميد راجل اسم كبير جدا، كان كابتن منتخب مصر، يعني حقه في التدريب لازم يبقى متواجد باي صفه، باي شخصيه، باي مسمى، كان لازم يبقى موجود في منتخب مصر. هو متواجد معانا كابتن جمال وجميل، وهو طبعا يعني قيمه كبيره جدا. احنا بنشوف دلوقتي بنفتقد الهدافين، ما بنشوفش حد بيشتغل بدماغه خالص في الفترات اللي احنا شفناها، ولو واحد جاب جون ولا اتنين بدماغه زي ما قلت في المقدمه بيبقى خلاص ما حدش بيعرف يكلمه. لكن انتوا جيل كبير جدا، يمكن مش عايز اقول جيل الاحلام، لان انت كنت يعني لحقت كابتن جمال في نادي الزمالك كابتن كاس.
لا انا لعبت مع الكابتن جمال في منتخب مصر. منتخب مصر بس. بالظبط. اعتقد لو كنت معاه في الزمالك كان الموضوع هيبقى مختلف تماما خالص. لا كان حاجه انا كنت ابقى سعيد جدا مع الزمالك مع الكابتن جمال وفي الزمالك هتبقى حاجه مختلفه تماما. ان شاء الله يعني هيبقى في حلقه طبعا في حب اللعيب كابتن احمد الكاس قريبا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.